عريفة سلام اتعشى بيه، اتعشى سلام اتعشى بيه، ريف طاري سلام. انت ده تسعين قوي. ايش سلف؟ اعوذ بالله اتعشى بيه. يعني انت هل تفتكر بايش بتاعتك اللي انت بتقولها دي في حد هيديك حاجه؟ ده هيكرهوك الناس. بلاش غناسه، خلي يبقى ليك طله. انت ايه ثقيل؟ في حد بيضحك كده؟ ايش سلف يا غدا؟ اسكب ببقك وبوشك اللي بتاع ابن عمك ده. ايه يا عم المتسول؟ الله، مش فاضي انا هتقعد تقول لي ايش ومش ايش. عندي كنز وهم وعندي جدي هريسه بدور عليه، مش لاقيه يا اخي. مش ناقصاك بقى ده. ايه ده؟ كنز؟ جد اسمه هريسه؟ انت مين؟ انت مين؟ انت اللي مين يا عم؟ انت بتصنع التسول؟ يا خلص، والمصحف خلص. ده ثقيل. كان لازم اساله هو مين؟ واشوف العلامه. عريفة سلام اتعشى بيه. ايه الضحكة الخنيقة اللي انت بتعمليها دي؟ اوعى تكون يا لمبة فندي بتقلس عليا اوديك الكراكون. لا طبعا انا ما اقدرش اخلص عليك خالص. مالك يا علي؟ ما بتكلمش ليه؟ سهران طول الليل اعاني من ارق شديد. ايوه كان عنده قرف، عنده قرف شديد. انا كمان الدنيا مش سيعاني، انما انت يا علي ما بتنامش ليه؟ عندي سهاد. عنده سعاد؟ عندك سعاد؟ يا راجل عيب عليك. امك وابوك الكبار دول يعني مش حرام ان انت تستقبلهم؟ اي نعم امك ميته ومش واخده بالها، بس ينفع تاخد سعاد وتخش عليهم وهم من اليمين؟ عندك يا لمبه فندي، انا انأى عن فعل اي افعال مشينه زي دي. وكمان مشيره؟ يعني سعاد وقلنا ماشي، وتروح لها كمان مشيره وفي وشها؟ عيب بقى، مش قدامها. علي ابن رئيس عبد الواحد رمز للوفاء. اتفضل يا عم، اديها عرفت علاقتك بالوفاء. اعذرني يا لمبه فندي، انا مش فاهم مقصدك. على فكره الواد ده شكله طمعان في ثروتك. لا يا لمبه فندي، علي صاحب قلب صادق، ومن الصعب انه ينشري بالفلوس لان وجوده اصبح نادر. نادر؟ اتفضل، لا عرفت عليك نادر يا عم، عشان انت تعرف سعاد ومشيره هي من حقها انها تعرف نادر كمان. لمبه فندي. ايوه. تسمح لي اسالك سؤال ولو انه مش ديليكا؟ لا، انت تسالي اي سؤال في الديليكا، في البلاكار، في اي حاجه اسالي. انت ايه احساسك وشعورك تجاه الغرام؟ لو ان انا مش فاهم ومش عارف هقول ايه، بس الاحساس بيقول على حسب المثل القديم بتاع زماننا اللي هو دلوقتي في قلب الزمن ده، بيقول لك ايه؟ ابوح يا ابوح، كلب العرب مبوح. كلب؟ الكلب اللي هو هنا هو ده. قلب؟ نعم؟ قلب. ايوه قلب. هي بتاخد الدواء قبل ما تنزل ولا لا؟ دي ارق ضحكه شفتها في حياتي. يلا بقى خمسي بقى واعملي واي عبط بالضحكه الغلسه اللي بتعمليها. أنا استحيل أوافق على جوازك من علي ابن الجنايني، لكن أنا شغوف بيها، ودي أرق عاطفة شفتها في حياتي. ومين وصل لعلمك إني هتجوز علي؟ إيه؟ أنا هتجوز الإنسان اللي ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك يا علي، الإنسان اللي كل يوم جرحه بيقطع في قلبي، الإنسان اللي وهب لي السعادة اللي كنت فقداها. أرجوك أرجوكي ما تكمليش. اللمبة فندي. لمبي؟ حد كان يصدق كده؟
لمي مين؟ أبو مين ده؟ مش مهم هو مين، ممكن يكون من أصل متدني، المهم إني حسيت تجاهه بعطف سيطرت على شغاف فؤادي. أنا أعتقد إني أشعر بحبه. يعني يا إنجي وصرفي نظر عن الجوازة دي، يبدو إن الليمبي استطاع التأثير عليك. لا يمكن أتراجع، أنا خلاص هكتغم بالليمبي فندي. طب وحبنا يا إنجي؟ حبنا يجب عليك يا علي أن تشعر بشعوري وتسعى لإسعادي. أعذرني يا علي. أنت بتعايريني عشان أنا ابن الجنايني. هل ذكرت ليك سيرة والدك يا علي؟ الرئيس عبد الواحد أهمل الجنينة لدرجة إنه الورد دبل وأصبح حزين. كنت أتمنى إنه الإمبافندي يكون عنده والد يكون بديل لوالدك. لا ستخو، أنت غاوية أولاد الجنينية ولا إيه؟ مش أفضل من إنه يكون خباص وليلاتي سكير؟ أنا هغشم راس اللي اسمه الليمبي ده، حيث كده أنا موافق على جوازتك من علي بن الجنايني، إنما الليمبي جامي. أنا خلاص أعطيت كلمة للليمبي فندي. أرجوك تراجعي يا إنجي، تراجعي وأنا أوعدك إني أتوظف بالبكالوريا وأوقف نبوغي وأحقق مجدي. يا إنجي الليمبي ده دون فشوش، ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي. بالنسبة للأطيان والأملاك ما هي إلا مظهر براك، إنما الركع على الأخلاق. كده كده. طب اتفضلي على أوضتك دلوقتي. مساء الخير. طب وأنا، أنا مين اللي هيروحني؟ أنا كنت أتمنى أوصلك، بس أنا عايزك في كلمتين على الانفراد الأول، بعدين هبعت الشوفير يوصلك. تعالى. أنا أضمر لللمبي كل الحقد. وكل دي كمان، افتح بقك شوية. أصل البق صغنن. بس كفاية بقى، لحسن المسانة اتملت عندي. خلاص. لا قولي لي يا إنجي، هو أنت فين بابا وفين ماما؟ تروشي ولا إيه؟ أنا ماليش حد أرتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ اللي انت واخدة ازادة ولا ايه؟ انت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ يا ما ناس بيضحكهم وقلوبهم دامية. القلب الصغنطة ده لسه حدا يكون في بامية ابدا. انا لازم امشي بقى. لازم اوسطنك. لا خليك، انت لسه جرحك بليغ يا ستي. بليغ ملحن اكسجين وانا عارفه ما بتكتش. ده ناس بتاعت انجل ما كنتش بدخل في الافلام. ما كنتش اتوقع ان الطعنه تيجي من اقرب الناس ليا. الله يعني تواخد المساله على الزوز عندك ليه؟ في ايه؟ مساء الخير سعيده. عاجبك كده تستاهل وشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى.